السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. برنامج حكايات مصرية لكل المصريين في مصر والعالم العربي، تقديم الأستاذ خالد عقل. معنا اليوم ومعكم شاعرنا الكبير الأستاذ عادل عقل. أرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا شرف كبير والله تواجدك الرائع معنا أستاذ عادل. بارك الله فيك. حضرتك يعني من بيت الأشراف ومن بيت عقل معالي الشاعر، كلنا نقدرك ونحترمك. بارك الله فيك. وبجد يعني النهاردة كان ظروف الأستاذ عادل كانت صعبة جدا، لأن كان عنده حالة وفاة، فكلنا نعزي الأستاذ عادل في وفاة حرم شقيقه الأستاذ محمد حسن. البقاء لله يا فندم والدوام لله. دوام لله سبحانه وتعالى. أحب أعرف من حضرتك شاعرنا الكبير. نعم. الأستاذ عادل عقل. نعم. إيه الرغبة أو الهواية لكتابة الشعر؟ هي ما كانش ممكن يبقى في حاجة تانية مثلا زي الطرب زي الغناء زي الفن أي مجال تاني؟ هو الفن كله عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، سواء كانت كتابة شعرية أم غناء أم أي لون من ألوان الفن، ولكني وجدت نفسي في كتابة الشعر. لكل شاعر قضية. نعم. يحمل همها ويسهر من أجلها رسالة شعرية، نحب أن نتشرف بقضية شاعرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. هو أنا أتناول يوميا ابتهالات الفجر، وعاهدت نفسي على أن أكتبها كل يوم، وهذا ما يدفعني إلى أن ما دفعني بالفعل إلى أن أطبعها في ثلاث دواوين. صدر الديوان الأول ولي إثنان إن شاء الله، لأذكر الناس دائما بالصلاة والحث على الدين، خاصة ونحن في هذه الأيام ربما ابتعدنا عن الدين، أو الشباب عايزين نوعيه إن أنت مسلم، إن أنت عليك إنك أنت تلبي النداء الفجر تحديدا، لأن من يصلي الفجر يظهر هذا في سلوكه وفي علاقاته بالناس. دي الرسالة اللي أنا أحملها على عاتقي دائما، وإن كنت أيضا أكتب في مجالات الشعر الأخرى. حضرتك طبعا قيمة وقام والله، كلنا نفتخر بيك. بارك الله فيك. من إمتى بدأت الكتابة في بالنسبة للشعر حضرتك؟ أكتب الشعر منذ أن كنت طفلا صغيرا، ولكنني كنت لا أعرضه أو لا يعني أحضر في الندوات في مدينتي الإسماعيلية. كان يمثل لي ربما حياء ربما خوفا من أن يكون المضمون الذي أكتبه طبعا يتعرض للنقد أو ولكنني منذ 5 سنوات تقريبا طبعا ذهبت إلى المنتديات، وأصبحت عضوا في نادي أدب الإسماعيلية ورابطة الزجالين وكتاب الأغاني فرع الإسماعيلية وروابط أخرى مهمة، منها مؤسسة الحسيني الثقافية البشمهندس عبد القادر الحسيني هنا في القاهرة، أيضا أحمد غنيم ساقية غنيم بالإسماعيلية ولي شرف الانتساب إليها، والعديد من المنتديات العربية أيضا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. معالي الشاعر، لكل شاعر قضية يحمل همها زي ما قلنا في البداية. نعم. وأين القصيدة الوطنية المغناة في أشعار شاعرنا؟ نعم، نحن كتبنا في القصيدة الوطنية بعض الأشعار، اخترت اليوم في حب مصر. في حب مصر عشان تشوف حبها، عيش في حواريها، تلاقي مصر الحبيبة وكلنا مغرمين بيها، وكلنا والله بنحبها ونعشق تراب أراضيها، حتى الفقير راضي برغم كل ما فيها، صابر وعايش حياته، صابر وعايش حياته ودايما مهموم بيها،
وبيقول يا رب عدلها وتحمي لينا أراضيها، بدل أحوالنا يا رب وكفينا شر أعاديها. يا مصر يا أم العرب والكل معجب بيها، ولو في يوم بعدنا نرجع نقول ليها حماك ربنا يا بلدي ما هو اللي حاميها. محييك. الله يبارك فيك. طبعا استاذ عادل عقل من بيت قلع عقل الساده الاشراف، الحمد لله. بيت قلع عقل طلع كثير وكثير من الكوادر، وكلنا نحترمهم. معنا اللواء نعم محمد عقل، نعم، والدكتور سيد عقل وهو سيد مساعد عقل. دكتور رحم الله الدكتور محمد يحيى عبد الوهاب عقل، نعم، كان يقول في نعم بدايه اي مؤتمر عنده، نعم، سيموت الكاتب ويبقى النص، نعم، يقدم اجابات لاعوام واعوام. فاحنا فخر لنا كلنا ان احنا بيت عقل وبيت الاشراف، وفخر لنا بجد ان احنا بنقدم كوادر من هذه العائله الكريمه. تحياتي وتقديري لحضرتك والله يا فندم. بارك الله فيك، وانا اشكرك طبعا اولا على تقديم التعزيه لاسرتي في فقيدتنا التي توفاها الله، واشكر حضرتك على هذا الثناء والذي اتمنى ان استحقه. ممكن نسمع برضك من اشعار شاعرنا الجميل بعض الكلمات، تفضل. نعم، هو ان شاء الله الشعر الديني انا طبعا ميال لي، وان كنت اكتب في باقي انواع او مجالات الشعر او اغراض الشعر، واميل الى العاميه في هذه الايام، وان كنت كتبت ايضا بما اني متخصص في اللغه العربيه واعمل معلم كبير لغه عربيه بمدرسه الشهداء الجديده بالاسماعيليه. بقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بمدحك، لما بمدحك يا نبي ونادي عليك، الاقي نفسي يا نبي فرحان قوي بيك، ويعلى صوتي وناديك يا نبينا محمد مغرم أنا بيك، شايف نورك يا نبي والملايكة حواليك، الله الله يا نبينا عليك. يا آخر الأنبياء كلنا بنناديك وبنحبك وبنميل إليك وبنصلي وبنسلم عليك. بارك الله فيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كتبت الكثير والكثير عن الخلفاء الراشدين وعن أبناء سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن بناته، فممكن نسمع حاجة عن فاطمة الزهراء، عن حمزة، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بالفعل كتبت عن الحمد لله الأربعة الخلفاء الراشدين، تمام، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة وفاطمة طبعا وخديجة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وبارك، وكثير، وحمزة طبعا عم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح أيضا كتبت عنهم. وطبعا هذا المنحة أو هذا الاتجاه يجعل الإنسان يتقرب أكثر من الله تبارك وتعالى، ويعيش في روحانيات طبعا الدين الإسلامي الحنيف. أنا طبعا لم أكن أحضر هذه القصائد، عمي وافتخر، وإن شاء الله الله يخليك حبيبي، الله يخليك حبيبي، اللقاء هائل جدا والله بجد، الله يخليك، الله يخليك. كتبت عن عائلة عقل أشعار، أيضا إن شاء الله في المرة القادمة. أنا كاتب عن عائلة عقل طبعا، ولي الشرف أن أنتمي، أحب الشعر إلى قلب الشاعر العظيم. نعم، هو ربما من هي الكلمات؟ العقل طبعا هو مناط التكليف، وربما يتندر علينا الناس ويقولون عقل وكذا، ولكننا سعداء بهذا الاسم الجميل الذي له من صاحبه علامات. إن شاء الله في سنلتقي مرة أخرى وأحضر أنا ما كتبته عن سعيد جدا جدا بحضرتك. الله يخليك يا أستاذنا، وفي نهاية اللقاء يعني بجد شرف كبير تواجدك الرائع معنا، والله العظيم الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. وفاصل ونواصل. حاضر، اتفضل.
رجعنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين مع النجمة المتألقة دائما في عالم الفن التي نارت السماء سماء الفن بأجمعه. معانا النجمة المتألقة دائما الأستاذة والفنانة شيماء سمير. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا خالد. احنا سعداء جدا بلقائك والله استاذه شيماء. ميرسي، انا كمان اسعد. ونحب نعرف برضو ونعرف الساده المشاهدين من حضرتك بدايه مشوارك الفني التي كان امتى يعني، وبدا معاك امتى وازاي؟ شوف، هو انا بدات من حوالي 4 شهور ونص كده، يعني انا اتخرجت من كليه الاعلام، قعدت فتره طويله اشتغلت في حاجات تانية خارج الدراسه خالص، وابتديت بقى مشوار الفن من حوالي 4 شهور. وليه ما كانش قبل كده يعني 4 شهور؟ ليه ما كانش من قبل من كده وبرغم ان انت يعني خريجه اعلام؟ اوكي، بس هي مامي كانت رافضه ان انا اخش يعني الوسط الفني، بس مامي الله يرحمها توفت من سنه حوالي 4 شهور كده. لا ده انت بسم الله ما شاء الله لامعه، اناره بجد في عالم الفن وعالم التمثيل، ويعني شرف كبير بجد في هذا المجال الرائع. فكان يعني 4 شهور، طب المفروض كان يعني يبقى من بدري كده عشان يبقى، ما هو بقى كان الرفض من برغم انك انت يعني عديتي الحواجز، عملت انجازات عملاقه بسم الله ما شاء الله. انا فعلا في الفتره القصيره عمل رائع وعمل كثير بجد في الفتره القليله اللي انت بتقولي فيها دي، عملت اعمال كثيره يعني الحمد لله، لان انا كنت الموهبه موجوده وانا حابه المجال ده اصلا. وكان اللي بيدرسي ماده الاخراج التلفزيوني المخرج العظيم منير التوني الله يرحمه، فتعلمت منه كتير يعني. طيب برضو احب اعرف من حضرتك اهم اعمالك الفنيه كانت ايه يا فنان؟ هو انا حاليا بنحضر لمسلسل ضخم باذن الله اسمه طريق الشر، دوت انتاج شركه ايمان للانتاج الفني، والتاليف اشرف الجندي، والمخرج طارق الشال وعصام ان شاء الله. ايه احب الاعمال الفنيه التي شاركت فيها؟ هو كل الاعمال اللي انا اشتركت فيها يعني حبيتها وكل حاجه، بس انا عموما انا بحب المجال اللي هو الرعب شويه والاكشن والاثاره. تمام. معانا مداخله ان شاء الله بعد قليل من المخرج الكبير الاستاذ. ايوه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا فندم. ازي حضرتك يا معالي المخرج، ازي اخبارك؟ الحمد لله نحمد الله بس كله. احنا سعداء جدا والله بالمداخله بتاعت معاليك يا فندم والله. صدقا عارفاه. والله انا ما فيش اسعد مني، لان حقيقي عاوز اشيد بفنانه جميله واعلاميه، وحقيقي فنانه محتاجه حد عنده ضمير فني. طبعا الاب الروحي للنجمة الساطعة في عالم الفن والنجومية. حبيبتي. ازيك، اخبارك ايه؟ ازيك انت يا ميشو؟ تمام والله الحمد لله. ده يعني مخرج العظيم يعني استاذ وحيد حافظ، ده فعلا يعني عايز اقول لحضرتك ان هو بروفة واحدة منه ب 100 بروفة تانية. انا بجد احنا تعلقنا وحبينا بجد معالي الباشا بسبب يعني حبك له، لان انت بتحكي عنه اشعار بجد. هو انا بعتبره بابي يعني بصراحة، يعني هو معلمني كتير في مجال المسرح. انا ما كنتش حابة مجال المسرح اصلا، لكن هو حببني فيه يعني بطريقة اسلوبه العرض نفسه، مش بيتنرفز يعني، مش من المخرجين العصبيين، فأنا بحبه على المستوى الشخصي، بعزه جدا بصراحة يعني. ده شيء بجد أنا سعيد بيه. بصي اثبتي خليك ثابتة الكاميرا. لأول مرة أحس إن أنا عاجز عن التعبير بجد، الله يكرمك. ربنا يخليك يا بابي، ربنا يخليك. انا احنا سعداء جدا بالمداخله بتاعت حضرتك والله استاذ وحيد. انا اسعد والله. ربنا يخليك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك. ارحب بحضرتك تاني من جديد. اهلا بك يا خالد. عندي معلومات ان انت بترفضي بعض الاعمال الفنيه. شوف، هو انا العمل عشان اقبله لما باجي اقرا السيناريو لازم احسه الاول، لان انا من النوع اللي انا بتقمص شويه يعني الدور. تمام. الاعمال اللي انا برفضها هي الاعمال الرومانسيه بشكل عام. يعني في سبب؟ ممكن نعرف السبب، سبب رفض ال... هو مش موضوع سبب رفض، هو بس احنا يعني بيكون في رساله بنوجهها للجمهور، والفيلم او المسلسل اللي بيتعمل ده بيبقى فيه اطفال بيتفرجوا عليه. النجمه شيماء سمير،
يعني بجد احنا سعداء بيكي بجد، ربنا يرحمك وشرف لينا والله. ايه اكثر الادوار اللي بتحبيها كشيماء سمير؟ ادوار الرعب والاكشن. بتحبي تقدميها بتمسيها دور البنت البلد الفلاحه الصعيديه، الدور اللي بتتألقي فيه وبتلاقي نفسك فيه؟ هو اكتر بنت البلد. بنت البلد بلاقي نفسي فيه كتير. معالي النجمه حضرتك بنت اسكندريه. هي تمام. عروسه البحر. احنا فخورين بجد بوجودك في عالم الفن وسعداء بحضرتك والله بجد، وشرف لينا بجد ان نتواجد معاكي بجد في استوديو واحد قدام كاميرا واحده. كل الشكر لقناه الصحه والجمال والعاملين في قناه الصحه والجمال. تحب توجهي يعني رساله ايه لجمهورك؟ يعني انا عايزه احب اقول لهم ان هو اي حد عنده يعني مبدا التمثيل يخش فيه واحده واحده، ما يقسي، لان هو الموضوع المشوار مش سهل، المشوار عايز مجهود وعايز طاقه من الممثل نفسه. جميل جميل رائع. فده بيبقى في البدايه بيبقى صعب طبعا. يعني وفي حاجات بتبقى انتاج ذاتي وكده، انا يعني الانتاج الذاتي ده مش في البدايه. مين واقف معاكي في مجال الفن؟ استاذ وحيد حافظ، دكتور توني نبيه دوت يعني وقف معايا فعلا، وانا اخذت يعني عنده زي ورشه تعليم بس ما كملتهاش، بس بصراحه استفدت منه كتير. في مخرجين كتير يعني بدون يعني على المستوى الشخصي الاستاذ وحيد حافظ هو كان من احد المشجعين ليكي في هذا المجال الفن؟ طبعا بحكم الاكسبيرينس اللي عنده، يعني هو اللي شجعني كتير ان انا اطلع في المجال ده. احنا سعداء جدا والله بلقاء حضرتك. ربنا يخليك، ميرسي. انا بس حابه اقول على يعني في فيلم معانا مداخله، معانا مداخله مخرج معانا اعمالها. جميل جدا اعمال حضرتك دي. ممكن توضحي لنا برضه، توضحي للساده المشاهدين في اللي هو دوت طريق الشر معايا. ماشي، ارجع بيه شويه كده. هو ما ابتداها كده. ده طريق الشر؟ لا، دوت مع الفنان مجدي عادل والمخرج دوت اسمه حنان ادم مع المخرج روماني زاخر. دوت بنحضر ليه ان شاء الله. وفي بعديه فيلم اللي هو سر الشيطان مع المخرج روماني زاخر. تم تصويره ولا؟ لا لسه بنصور فيه، احنا بنعمل بروفات ولسه هنصور ان شاء الله. تمام تمام. اللي كانت موجود دلوقتي المسلسل بتاع طريق الشر اللي كنت قلت لحضرتك بتاع المخرج طارق الشال، وفي حاجات بقى بعملها مع المخرج احمد حاتم. طيب بمناسبه الاستاذ المخرج احمد حاتم هو معانا على التليفون مشاركه. والله اهلا بحضرتك معالي المخرج. صباح الخير استاذ خالد. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك وبضيوفك الجمال. ربنا يخليك يا رب وبارك فيك. مع حضرتك. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. المخرج احمد حاتم من المخرجين العظماء طبعا، اللي بنحضر بقى، انا حابه ان هو يتكلم عن الفيلم والمسلسل اللي بنحضر ليهم ولسه مخلصين تصوير. عمل رائع بجد معالي المخرج والله، عمل جميل ومشرف. حبيبي يا خالد ربنا يخليك، وعايز اقول لك انك قدامك فنانه فعلا من الناس اللي بتلعب ادوار مركبه باحترافيه. طبعا 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 اكيد. ابهرتني بجد شغلها معايا في قوات قصه، وان شاء الله هكون معانا كمان في مسلسل رمضان، هو دراما اجتماعيه وهتكون فيه بكذا شخصيه مختلفه. لا لا بجد حضرتك روعه، بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا اضاءت سماء الفن شيماء هانم بصراحه روعه ومبدعه وتالق فوق ما تتخيل، يعني بسم الله ما شاء الله، والفضل يرجع لربنا ولحضراتكم برضو معالي المخرج. حبيبي يا استاذ خالد، ودايما البرنامج بتاعك محراب لاظهار كل الوجوه الجديده. حبيبي حبيبي ربنا يحفظك يا رب. طبعا الاب الروحي برضو، لان هي طبعا يعني اكيد افضلكم ومقدره كل المجهود اللي بتبذلوه من اجل برضك الوقفه جنبها. هي فعلا هي بتحب ان الفنانين موجودين جدا، وبتنبأ له فعلا نجاح. هي مع حضرتك، هي مع حضرتك برضه. ميرسي يا احمد، ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله فيلم الكمين يكون عمل ضخم زي الفيلم قوات خاصه. وعايز اقول لك يعني احمد فعلا من المخرجين. كل الشكر لك والله يا معالي المخرج، كل الشكر لحضرتك والله، ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
ميرسي يا احمد. احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك والله. ميرسي يا خالد. كل التقدير وكل الاحترام لك والمعالي المخرجين والعمل الرائع بجد. ميرسي يا خالد. في اعمال اخرى برضك في صوروها في الوقت الحالي؟ في فيلم كنت خلصت الجزء الثالث من الماضي الملعون للاستاذ عاطف عثمان. عموما الوقت بجد يعني مش هبعناش منك بجد والله فيه، وفي نهايه اللقاء ارحب بحضرتك. ميرسي، ربنا يخليك. وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.